بعد الجدل والهدم، شركة تقدم دعما خاصا لأميغو صانع مجسم السمكتين بالمهدية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. قررت شركة خاصة لصناعة الديكور مساعدة يونس كاماري الشهير بأميغو، والذي أثار جدلا واسعا بسبب مجسم سمكتين بالمهدية. وحسب معلومات توصلنا بها، فالشركة عرضت على أميغو إعادة إحياء فكرته وصناعة مجسم جديد للسمكتين، وذلك لإظهار موهبته وتشجيعه. وكان باشا المهدية قد قرر هدم المجسم المثير للجدل بعد مئات التدوينات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي. بدوره أكد أميغو أنه يشكر كل المغاربة الذين قدموا له الدعم بعد حملة التنمر، مشيرا أنه كان ينوي تغليف المجسم بالنحاس وتزيينه، وأن الشكل الذي ظهر في الصورة المنتشرة على فيسبوك غير مكتمل. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.